السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مجددا في القناة ستيرا شانيل. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيك بالحامض وكريمة الحامض اللي كتجي زوينة في المذاق ديالها وكتجي زوينة في الشكل ديالها. بالنسبة لهذا الكيك هذا كنحتاجو ليه واحد 120 غرام ديال الزبدة، 130 غرام ديال السكر كلاصي، 80 غرام ديال عصير الحامض، 175 غرام ديال السنيدة حامضة محكوكة، واحد ثلاثة البيضات، جوج ديال الخمارات، و 150 غرام ديال الفرينة. مهم البنات، غادي ناخد الزلافة ديالي اللي غنوجد فيها الخليط، دوبت الزبدة وغادي ندوز نضيف لها ديك سكر سنيدة، ديك 175 غرام ديال السنيدة غنضيفها لديك الزبدة ديالي، وغنبدأ كنطرب بالطراب الكهربائي غير بشويه كنطرب، مهم سرعه متوسطه وانا كنطرب. صافي كنبقى نطرب البيض والسنيده. المهم البنات، هذا الكيك راه مختلف على الكيك اللي كنديرو، راه كيجي زوين بزاف. المهم كنطرب هادو وعاد غادي ندوز، بدا تقريبا واحد المده ديال 3 دقائق او 4 دقائق، وعاد غادي ندوز نضيف البيض ديالي غير بالوحده بالوحده، وانا كنحرك دائما كان مع الاستمرار في التحريك حتى يتضاعف لي الحجم ديال هذا الخليط ديالي وكيتبدل لي اللون. غير كنحرك دائما، كنبقى تقريبا حتى هو كنحرك واحد المده ديال عاود 5 دقائق حتى كينسجموا لي مع بعضياتهم ويطوب لي الخليط، وعاد ندوز باش نضيف داك الحامض. تقريبا واحد كاس معمر ديال الحامض غادي نضيفه ونقص من السرعه ديال الطراب، وغادي نضيف هذاك الحامض ونحرك غير بشويه، وعاد ندوز باش نضيف الطحين من طبيعه الحال اللي غربلته هو الخمارات. تقريبا واحد جوج كيسان عبرتهم بالكاس، تقريبا واحد جوج كيسان ديال الطحين. ونبدا كنحرك غير بشويه بالسباتيلا او هذا، غير شويه من الفوق لتحت باش ما نهرش الخليط ديالو، ودائما دقيق كنزيدو على دفعات، يعني ماشي كل مره واحده. راه جوج كيسان تقريبا عبرت لكم بالكاس باش اللي ما عندهاش الميزان. غادي نبقى ندخل حتى ندخل، نسيت الحامض ما حكيتوش، وداك السكر كلاصي والعصير الحامض وخميس تقريبا جوج قطرات غنحتفظ بهم باش ندير بهم الكريمه ديال الحامض، داك السكر كلاصي. بعد ما دخلت الطحين في الخليط ديالي كما كتشوفوا راه كيجي شويه عاقد، يعني ما كيجيش جاري، كيجي الخليط شويه ثقيل. غادي ندوز ناخذ المول ديالي اللي دهنته، انا استعملت هذا الشكل هذا، دهنته من قبل بشويه الزبده وغبرته بالطحين، وغادي نخوي في هذاك الخليط ديالي، ومن طبيعه الحال غادي ندخله الفران اللي سخنته من قبل غير شويه سخنته، وغادي نشعل عليه الكيك ديالي من التحت كما العاده، يعني حتى يطيب ليا من التحت، وعاد نشعل عليه من الفوق باش يتحمر، وندوزو نشوفو الشكل النهائي ديالو من بعد ما يوجد ليا الكيك ديالي. مهم البنات، من بعد ما طاب ليا الكيك ديالي قلبته فوق الكري ودست خديت السكر كلاصي ديالي وبديت كنضيف عليه الحامض غير بشويه بشويه. البنات ما تزيدوش مره واحده الحامض، يعني نتوما كتضيفوا وكتحركوا حتى تحصلوا على واحد الخليط، يعني تبقاو تضيفوا غير بشويه بشويه الحامض، ما تزيدوش مره واحده لانه ما كتحتاجش واحد الكميه كبيره ديال الحامض، تقريبا واحد 25 غرام. صافي وحنا كنحركوا حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي متجانس كما كتشوفوا الشكل ديالو، بحال الشكل ديال الفوندو اللي تنزينو به الملفاي، كما كيجي منسجم. من طبيعه الحال السكر كلاصي خاصو يكون مغربل. صافي وغادي كما تشوفوا من بعد ما وجدتو غادي ندوز ناخذ الكيك ديالي. انا راني نسيت ما حطيتش شي حاجه تحت الكيك وغيبقى يقطر ليا في الارض. المهم تبغوا ما ديروش بحال هذا الشكل، يعني ضروري غتحطوا شي حاجه، انا نسيتها. صافي غنخوي فوق الخليط ديالي كما كتشوفوا الشكل ديالو راه كيجي زوين بزاف، والخليط راه لذيذ لذيذ مع نكهة الحامض كيجي زوين. صافي
كما كتشوفوا الشكل ديالو، وغنخليه حتى يتقطر مزيان، وغادي نزينه بواحد القشره ديال الحامض المحكوك كما كتشوفوا باش تقطر ليا فيه فين. والشكل النهائي من بعد ما زينتها بديك القشره ديال الحامض، وكما كتشوفوا البنات من بعد ما وجدتها وخليتها تقريبا واحد المده ديال واحد نص ساعه، وعاد باش غادي ندوز غادي نقطعها باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الوسط. راه كتجي زوينه بزاف البنات، ثقوا بيا وسهله، وكنتمنى منكم تجربوها صراحه. تقال لي انها زوينه وبحال الشكل اللي كتبع في المخابز تماما، يعني لا في الشكل ديالها ولا في المذاق ديالها، تمشي مشروه بالمخابز. يعني علاش لا اللي ما نصايبوهاش في ديارنا. كما كتشوفوا الشكل ديالها راه جات زوينه بزاف، انا نقرب لكم باش تشوفوا الشكل تماما بحال اللي كتبع في المخابز. كما كتجي رائعه واقتصاديه، يعني ما فيهاش شي مقادير لي كثيره. وهذا الشكل ديالها من الوسط، راه كتجي زوينه بزاف. لعجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه، تفعلوا الجرس.